خلاص تمام حليت مشكلتي. ايوه ركن النقطه ما تنجاش. ايه ما تنجاش. والثور يرسل في الدنا مصباحا، هذه عروس البحر لاح، وميضها يا حسن ذاك البرق لما لاح، يسري ويحمل في القلوب دعاء لأخية في الشرق أن ترتاح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا أريد أن أتحدث كثيرا لأن البرنامج فعلي أكثر ما هو خطاب، سوف تلتمسون ذلك بأنفسكم لما أقدمه من بوسترات ومن برزنتيشن لطلابنا الأفضل. ولكنني أريد أن أترحم على شهدائنا في المصاب الجلد في المنطقة الشرقية. On behalf of translation department students, صباح الخير السيدات والسادة، نود أن نرحب بالحضور الكرام والسادة الوزراء الحاضرين. We are delighted to have you here, and we would like to extend our appreciation and gratefulness to the Dean of Languages School and Head of Departments and their work and their team's work for all they have done to make this event possible. نيابة عن زملائي بقسم الترجمة، نود أن نعبر عن امتناننا وسعادتنا بحضوركم، كما نتقدم بخالص الشكر لعميد مدرسة اللغات ورؤساء الأقسام والفرق التابعة لهم على جهودهم الجبارة لجعل هذا الحدث ممكن. بعتيقو فرج الهمالي من قسم اللغة الإنجليزية. والله كان لنا الشرف إن ننظموا معرض بالكيفية هذه تحت إشراف عميد مدرسة اللغات الأستاذ الدكتور عبد الحكيم الشريف، ورئيس قسم اللغة الإنجليزية الدكتور البشير، وكل أعضاء هي التدريس. يعني كان معرض ناجح جدا، واستطعنا إن نطلعوا فيه كل قدرات الطلاب في مرحلة الدراسات العليا، والحمد لله مدرسة اللغات شاركت بأقسامها الكاملة، قسم الترجمة، قسم اللغة الإنجليزية، قسم اللغة العربية، قسم الفرنسية، وقسم اللغة الإيطالية. والله الهدف الرئيسي للمعرض إن نطلعوا طلاب الدراسات العليا بكل مناشطهم وبكل فعالياتهم، زي ما تشوف في بوسترات وفي كتب وفي مناهج. بس احنا حبينا حتى نسلطوا الضوء على الكارثة اللي صارت في درنا، لأن في الأخير جزء منا، وما حبيناش يعني ان نفوتوا محفل زي هذا من غير ما ان على الأقل نذكروا ونتذكروا خوتنا في درنا ونترحموا عليهم إن شاء الله. يقدم لكم قسم الترجمة عرضا عن أهمية دور الترجمة في كارثة درنا من إعداد طالبة نور الأخضيري وتقديمه طالبة لجين المبروك. First, translators provided support and assistance, and they supported the affected people, and they also allowed the delivery of the most basic human needs such as food, water, and healthcare and psychological support. Second, translators and translation in general helped in the exchange of information between parties involved in the Dana crisis, including the victims, including rescuers, and
donors and authorities and media. It also helped in delivering information timelessly about the causes and the impacts and the risks of flight. مروة لهجري طالبة في اللغة الإيطالية. عرض اليوم كان على لغة الجسد الإيطالية. لغة الجسد معروفة في إيطاليا أن هم يتكلموا بها هلبة وهي شعبية. فكل إيماءاتنا حكيت عليها كانت توضح بشكل عام على كل حركة شن تقصد شن معناها وهيك. وهذا الموضوع يساعد الطلاب إنه يتعلموا اللغة بشكل أسرع. الفكرة جت عن طريق الأستاذ متاعي لما يشرح يتحرك بإيديه هلبة، فسألته على الموضوع هذا وقال لي إن الإيطاليين معروفة بالإيماءات الجسدية، ومن هنا انطلقت الفكرة. والمعرض كان لقسم اللغة الإيطالية والإنجليزية واللغة العربية والفرنسية، وكل واحد قدم بشكل خاص لكل قسمة، وأنا مثلت قسمي قسم اللغة الإيطالية. الدكتور فتحي عادل رئيس قسم الترجمة بالأكاديمية الليبية. في الحقيقة هذا نشاط طلابي قاموا به طلاب قسم الترجمة، قسم الإيطالي، قسم اللغة الإنجليزية، قسم اللغة الفرنسية. بخصوص قسم الترجمة في الحقيقة فجأة درنا أثرت في الليبيين كلها، أثرت في الطلاب في الدكاترة. نسأل الله الرحمة على الشهداء، ونسأل الله يعني رجوع المفقودين، ونتمنى الشفاء العاجل لكل المتضررين من هذه الفاجعة. قسم الترجمة وطلاب قسم الترجمة حسوا بأهمية الترجمة في أزمات الطوارئ وفي الأزمات الكبيرة نتيجة الأعاصير والتتانية. في الحقيقة هذه الأزمة أشارت وأعطت أهمية كبيرة لكل العلوم في أزمات الطوارئ. فكيف ما عارفين احنا في كان استحقاق عاجل وطارئ للمترجمين مع فرق الإنقاذ في اللغة الإسبانية، في اللغة الإيطالية، في اللغة الإنجليزية، في اللغة التركية. فالنشاط الطلابي هذا قام يعني من ضمن الفاجعة هذه، فحاولوا أن يحدثوا النشاط حتى يشيروا إلى أهمية الترجمة والتركيز على كل المصطلحات التي تحتاجها في أزمات الطوارئ. هذا بخصوص طلاب ونشاط قسم الترجمة.